وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية قاعدة تتكلم عن السلوك العفن للسواح الإسرائيليين. سرقوا الروب أخوانا الأفاضل، تخيلوا قاموا يسرقون المعاليق، تخيلوا المعاليق اللي في الغرفة من كثر ما هم معفنين. جهاز الكوي، سارقين جهاز الكوي، يسرقون اللمبات اللي داخل الأباجور. وقريب راح يسرقون بلادك، لأن بلادك أنت وكل بلاد المسلمين في عقيدتهم حلال عليهم.